مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. شاركت بيسان اسماعيل اليوم المفاجأة الجديدة اللي أعلنت عنها مبارحة وبشكل مفاجئ، واللي كانت تنزيلها لأغنية جديدة بعنوان خف على قلبي، حيث كانت أغنية رومانسية باللهجة السورية. واللي صدم المتابعين هالمرة وللمرة الثانية أنه بيسان نزلت أغنية غير الأغاني اللي أعلنت عنها سابقا. فبيسان نزلت قبل أيام برومو أغنيتها بعنوان أختي، فهل رح ننتظر مفاجآت وأغاني ثانية من بيسان في الأيام المقبلة؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. من بعد افتتاحهم للمطعم الخاص بهم بمصر والإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توافد عدد كبير من الناس لمطعم أحمد وحسن وحدث تجمع كتير كبير، فشارك أحمد وزينب هالستوريهات من التجمع، إلا أنهم واجهوا مجموعة من الانتقادات والهجوم من طرف المتابعين نظرا للحالة الصحية للبلاد بسبب كورونا. ما رأيكم بالموضوع؟ بستوري على انستغرام شكر أنس المتابعين على دعمهم ومساندتهم بمناسبة تخطيهم لحاجز 9 مليون مشترك واقترابهم من 10 مليون والحصول على الدرع الماسي بأقرب وقت. كم نسبة حماسكم لاستلام أنس وأصالة للدرع الماسي؟ شاركت سارة تي في شو فيديو على قناتها على يوتيوب من نوع خاص ولأول مرة، حيث فتحت قلبها لمتابعينها وحكت عن مواضيع كثيرة بشكل وتعابير حزينة. فحكت سارة عن موضوع الطلاق وعيشها للوحدة مع بنتها بدبي، وموضوع محتوى قناتها وعدم مشاركتها ليومياتها بالكامل وبنتها مع متابعينها. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.